فعليها هو الأستاذ في الوحدة الفلسطينية محمد محمود نجم. يقال أن محمد محمود نجم عاصر أو تتلف خلينا نقول على يد طويمات يوم أسس المسرح الجاد في الكويت، وأنه كان في علاقة تجمع نجم بطويمات حينما كان نجم في مصر، ولذلك هناك تقاطع مصري فلسطيني كويتي في التجربة هذه. بيجي حق تجربة إسلام عمر، من اللي شارك فيها؟ نجد أن شارك فيها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر. من اللي راعي الحفل المسرحية؟ اللي راعي المسرحية والد الأمير الراهن آنذاك اللي هو الشيخ أحمد الجابر. طيب رعاها مو بس كذي، رعاها وتبرع أيضا بمبلغ، جابوا سيوف عشان المسرحية، يعني كوستيومز و كل الاكسسوارز اللي محتاجه، سجاد ومختلف. هذا ايضا عيدنا الى نفس الامر، ان هذا الامر موافقه الاب على ان ابنه اللي هو امير المستقبل يعتلي خشبه المسرح، هذا يعكس ايضا موقف ايجابي لدى السلطه الكويتيه منذ 70 سنه طافت على ان يكون في مسرح في الكويت، ويكون هذا المسرح جزء من الحركه الثقافيه الكويتيه. ولا شيء يخلي امير دوله يوافق على ان ابنه يعتني الخشبه. يذكر طبعا وقتها ان المسؤولين في ما كانت يعني المعارف بالصوره المعنيين على الرقابه في الدوله في ذلك الوقت قرأوا نص اسلام عمر واخذوا موقف من بعض العبارات. تعرفون انه بعض المقولات اللي هي اتقي الله يا عمر، ولما قالوا ان رايتم مني عجاجا فقوموه، فالمسؤولين عن الرقابه تغيروا من العبارات هذه لان ممكن يكون لها دلالات سياسيه مزعجه. من اللي كان المرجعيه؟ كان المرجعيه الشيخ احمد الجابر. فراح حق الشيخ احمد الجابر، التقوا معاه وقالوا له عندنا مشكله نبيك تعطينا حل فيها. كتب لهم انا من وجهه نظري او ان رسل المؤيدة على إبقاء الحوارين، الأمير العيد سائل المولى توفيق المسلمين للاستفادة من سماحة عمر. إذا هذا يبين لك أيضا شنو واقع الثقافة والمسرح والأرضية الخصبة، أن الأمير موافق أن ابنه يشارك، وأيضا كان أكثر تسامحا من المعنيين بالرقابة في الدولة في ذلك الوقت. اليوم احنا بعد 70 سنة يعني نقول الآن 60 سنة على انتقال المغفور له الأعلى إلى الرفيق الأعلى الشيخ أحمد جابر، حنمينا في الوطن العربي يقول كل الحريات العربية عاجزة عن أن تكون سقفا لرواية واحدة. يعني الواقع الحالي أكثر مرارة من الكويت قبل 70 80 سنة. شنو الأمور المهمة في إسلام عمر؟ أهم شيء في إسلام عمر الشاب الكويتي الاستثنائي حمد الجيم، أهم شيء في إسلام عمر، غير أنه طبعاً كانت لها ريادة. هذا الشاب يعني كل أمة فيها شباب لهم فضل أنهم يصنعون يشاركون في صنع مجدها. حمد الجيب واحد من الناس الشباب الكويتيين الله يرحمه اللي لهم الفضل في صنع المجد الكويتي، مش شخصية استثنائية مرت مرور كعابر على الكويت. حمد رجيب البيت قريب طبعا من المدرسة المباركية، درس في المدرسة المباركية. كان الشاب حمد الشاب نابغة أو إنه سابق أقرانه، باعتبار الشاب الكويتي الوحيد في تلك الآونة قبل انتهاء المرحلة الثانوية يطلب منه من قبل أساتذة يدرس. هذا يبين لك النبوغ اللي عنده، انه على الاقل متجاوز وقال لهم انا مرحله ثانويه عامه شلون ادرس؟ قالوا له انت عندك قدره تدرس وبنفس الوقت تدرس الطلبه. شارك طبعا رجيب في اسلام عمر ولعب دورين، ومنها بدا الشغف في المسرح اللي